الجسر الزجاجي المعلق على ارتفاع يزيد عن 1000 متر في الصين بدأ بالتصدع تحت أقدام السياح. مقاطع الفيديو التي نشرها بعضهم تظهر رجلاً يمشي على الأرضية الشفافة قبل أن تظهر عليه تشققات أو تظهر عليها تشققات على الأرضية وتظهر عليه علامات الهلع. المسؤولون عن الجسر أوضحوا أن التصدع والأصوات الرهيبة الناجمة عنه هي مجرد مؤثرات مرئية وصوتية متعمدة لمزاح السياح وإثارتهم.